مرحبا طلاب السادس إعدادي مرة أخرى. اليوم نبتدي وياكم الحلقة الثالثة من برنامج القواعد اللغة الإنجليزية. عندنا قاعدة الصفات، متى تكون الصفة منتهية بـ ED أو ING؟ هذا موضوع مهم جدا وصار فيه خربطة هواية، فإحنا اليوم راح نشرحها بطريقة مبسطة وسهلة. الصفات المنتهية بـ ED تصف شعور شخص اتجاه شيء، يعني للتعبير عن مشاعر، عن المشاعر. أما الصفات المنتهية بآي إن جي فهي تصف شعور الآخرين اتجاه الشيء، معناته للوصف. مثل I'm frightened. I'm frightened. Frightened معناتها خائف. إذا الصفة تصف شعوري نقول I'm frightened. بينما إذا منتهية، إذا الصفة تصف شعور الآخرين اتجاه شيء معين فتكون بآي إن جي. مثل the film is frightening، يعني الفيلم مخيف. شوفوا الفرق، frightened خائف، frightening مخيف. إذا صفة تصف شعور الآخرين معناتها اتجاه الفيلم. عندنا مثال آخر، I feel bored. bored معناته أشعر بالملل. بينما the story is boring. boring معناته ممل، معناته تصف توصف القصة نفسها، بينما الأولى توصف شعورك اللي منتهية بإيدي. نيجي على إيدي، تستخدم للتعبير عن المشاعر، مثل I'm interested in the book. إيدي يتم اختيارها عند وجود الاسم الموصوف بعد الصفة، نقطة جدا مهمة. إيدي يتم اختيارها عند وجود الاسم الموصوف بعد الصفة، مثل He is amazed by the house. يعني لو ما عدنا by the house راح يختلف الموضوع. بينما الـ ING تستخدم لوصف الأشياء أو الأشخاص، مثل The mall is amazing. احنا ما نقدر نقول The mall is amazed، مستحيل. ليش؟ لأن المول يعني مستحيل أنه يكون هو amazed بفتشي. أوكي؟ نجي هسه الهومورك. الهومورك اللي عندكم راح يكون بالاكتيفيتي بوك اللي هو بكتاب النشاط، اكسرسايز اي بيج 8 صفحه 8. نكرر، الهوم ورك بالاكتيفيتي بوك اللي هو كتاب التمارين، اكسرسايز اي بيج 8 اللي هو صف 8. نجي نكمل موضوع الصفات. بعض الصفات تنتهي ب اف يو ال، فول، مثل كيرفول، هيلبفول، beautiful، merciful، وهي تصف الاسم. أما الظروف فأغلبها تنتهي بالواي، وهي تصف الفعل والطريقة التي حدث بها. راح نجي شلون نشرح حال هذا بالتفصيل. ملاحظة مهمة جدا، إذا كان فعل الجملة was، were، am، is، are، يعني الجملة ما بيها فعل بس فعل مساعد ولا يتبعه تصريف ثالث، نقطة مهمة، ولا يتبعه تصريف ثالث للفعل، فنختار صفة. إما إذا تبعها تصريف ثالث اللي هو الباست بارتيسيبل للفعل فنختار ظرف، مثل This picture is beautiful. إذا نلاحظ الإز أو الإز ما متبوعة بتصريف ثالث فنختار beautiful، بينما بالجملة الثانية This picture is beautifully painted. ضفنا لها ly. ليش؟ لأن عندنا painted. Painted هو الـ past participle مال paint. نجي الجملة الثالثة. Our team played well. Well اللي هو الظرف مالت good. بينما الجملة الرابعة we have a good team. We have a good team. الجملة الخامسة he drives carefully. ليش اختارينا carefully؟ لأن carefully تبعت الفعل مباشرة. ستة he is a wonderful singer. شوفوا الفرق بين a wonderful singer he sings wonderfully. احنا ليش اختارينا wonderful؟ لأن مثل ما قلنا is، لا تنسون is وما متبوعة بتصريف ثالث، فاختارينا wonderful اللي هو صفة.
بينما الأخرى الجملة الأخرى هي سينكس فون دوفلي، إجت بعد السينك، سينك طبعا معناته يغني، سينكس فون دوفلي. عندنا الفريسال فيربس، الفريسال فيربس، الفريسال فيربس تتكون هذه الأفعال عند إضافة حرف جر لها. شنو معناته فريسال فيربس؟ فريسال فيربس اللي هي عبارة عن فعل زائد حرف جر ويكونون معنى آخر للفعل. هسه نجي عليها بالتفصيل. حروف الجر مثل up, down, off لتعطي في معظم الأحيان معنى مختلف عن المعنى الأصلي للفعل، وفي أحيان قليلة جدا ونادرة يكون المعنى مشابه للمعنى الأصلي للفعل. مثل شوفوا على جهة اليمنى give يعطي، بينما من ضفنا لها up، طبعا give up هاي معناتها فعل واحد، مو فعل زادها، لا يحتسب فعل واحد. give up يتوقف عن أو يترك، take يأخذ، take up يبدأ، try يحاول، try on يجرب أو يقيس، مثل تجرب فرضا تي شيرت أو قميص أو أي شيء. turn يدير، turn up راح يصير يرفع الصوت، turn down يخفض الصوت، turn over يقلب أو يتصفح، turn on يشغل مثل turn on the TV، turn off يطفئ مثل turn off the TV. ملاحظة مهمة جدا، عندنا ملاحظة جدا 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 مهمة. إذا كان المفعول به اسم فيمكن وضعه في الوسط أو في النهاية، بينما إذا كان المفعول به ضمير فيوضع في الوسط فقط. الضمير مثل شنو؟ الضمائر، الضمائر اللي هي الات والأص والمي هم هذه والثيم، هاي كلها واليو عفوا، هاي كلها ضمائر المفعول به اللي نسميها object pronouns. object pronouns. هسه نجي ناخذ الأمثلة، طبعا هذا القاعدة تمشي ما عدا تمشي على كل الأفعال ما عدا الفعل look، حيث لا نفصل الفعل عن حرف الجر. ليش؟ حالة شاذة، وأكو أفعال أخرى أيضا فعلين أو ثلاثة بس أنتم ما تحتاجوها. هسا نجي عندنا مثال turn the light on, turn on the light. بما أن المفعول به اسم صريح مو ضمير فنقدر نخليه إما بين الفعل والحرف الجر أو بعد حرف الجر. عندنا مثال آخر turn it on, turn on it راح يصير جملة خاطئة. عندنا look after him، بينما look him after جملة خاطئة، look at the tree صحيحة، look the tree at جملة خاطئة. ليش؟ لأن قلنا look حالة شاذة. عندنا الهومورك اللي هو activity book اللي هو كتاب التمارين صفحة 11 page 11، انتم من راح تشوفوها راح تعرفون التمرين مباشرة. ارجو ان تحلون التمرين حتى بالحلقة القادمة راح نحله ونشرح السبب، بنحل التمارين ونشرح السبب. أرجو أن تعملوا سبسكرايب اللي هو اشتراك حتى يوصلكم كل جديد. شكراً.